خلينا نشوف هلا بدنا نحاول نطبق نفس الفكره هاي، نحاول نطبق المصاعد. هلا في تطبيقات كثيره في الكيوز وفي المصاعد، مثلا احد الاشياء فكروا فيها انه لو عندي انا كيو مثلا الكيو هذا طوله 5 باسنجرز، فهذه ستيت مش هيك؟ هلا من هاي ويش ممكن ينتقل؟ احنا بنفترض هون بس بيقدر ينتقل لاربعه او لسته. فرح نيجي نقول مثلا عدد الباسنجرز بالكيو او الكيو، خلينا نحط الكيو هون، بتساوي 6. اذا كان هو 6 في احتمال ينتقل، عفوا هو 5، ممكن ينتقل من 5 ويصير الكيو يساوي 6، ممكن ينتقل من هون يساوي 4. وانا راح افترض انه ما فيش احتمال ينتقل يزيد ب 2 او ينقص 2. اذا هي هون بديت انا ابني ماركوف تشين، ونفس الشيء بامكاني احط هون 7. هاي من الطرق اللي بيستعملوا فيها الماركوف تشينز في تحليل الكيوز. فمثلا بيكون عنده عدد من الباسنجرز الموجودين هون، لا زياده الكيو بتعتمد على وصول باسنجرز، نقصان الكيو على ايش بيعتمد؟ على وصول الاليفيتر او البنك مثلا تبع البنك ياخذ هذا الشخص ويحلله. هاي احنا ما راح ندخل فيها، بس هاي احد التطبيقات، احد تطبيقات الماركوف تشينز، احد افكار تطبيقات الماركوف تشينز، انه ستيت هون شو صارت؟ طول الكيو، عدد الناس الموجودين بالكيو صار عباره عن ماركوف تشين، وصار في له عدد من الستيتس، وبيزيد عماله او بينقص، ممكن يزيد او ينقص، ممكن الاقي الافرج تبعه الستيدي ستيت تبعته، ممكن الاقي في النهايه شو الستيدي ستيت اللي راح يثبت عندها هذا الكيو وراح يطلع عندها. هذه من التطبيقات المهمه في الماركوف تشين. بس احنا بنستعمله في تطبيق ثاني اللي هو في حالتنا احنا اللي درسناه وخلصناه لحد المونت كارلو سيميليشن. راح نيجي نقول انا عندي بدي اشوف وضع المصعد، الفلور اللي موجود فيه المصعد. نفس الشيء راح نبدا بسنجل انترنس، راح ناخذ 1 2 لحد 10. خلينا نفترض انه عندي انكمينج ترافيك بس. اذا عندي انكمينج ترافيك هلا المصعد بشكل عام شو راح يعمل؟ راح ينزل على الطابق الارضي مش هيك؟ ومن الطابق الارضي هل بيقدر يروح على الطابق الارضي؟ ما لهاش معنى انه يروح على الطابق الارضي، بعدها لما بشوف الجيرني اللي بعدها بده يكون انتقل لواحد من هذول مش هيك؟ اذا هو اذا كان في الطابق الارضي هون جراوند، خلينا نفترض انه عندي 5 طوابق، ممكن بعدها ينتقل من جراوند لواحد، هذه نون زيرو، وممكن ينتقل مثلا من جراوند لاثنين، وهذه كمان نون زيرو، 3 4 5. مش متفقين؟ ممكن هلا هو احتمال ضعيف خصوصا اللي عندي عدد باسنجرز. خلينا نفترض انه عندي انا عدد باسنجرز طلعوا مثلا 6، حتى هو ينتقل من الجراوند للستة مباشرة شو لازم يصير؟ عفوا لخمسة مباشرة شو لازم يصير؟ كل الستة هذول لازم يختاروا انهم يروحوا على 5، اذا احتمال ضعيف هذا بس موجود. طيب ممكن هو ينتقل على 2، معناها يروح على 2، معناها حتى يروح من جراوند على 2 لازم على الاقل باسنجر واحد يختار 2، ولا باسنجر يختار واحد، ينتقل يعني انه مرة واحدة يروح من الجيرمي. طب اذا هو بواحد وين ممكن يروح من واحد؟ ممكن يرجع على الجراوند يكون خلص بهاي الحاله، كل الباسنجر اختاروا الطابق الاول مضبوط، خلص راح وصلهم على الواحد ورجع مش هيك؟ اذا هون في عندي probability اللي هي 1 0، خلينا نسميها 1 0، وهذه probability 0 1، عندي هاي probability 0 2، وعندي هل ممكن يرجع من 2 لجراوند؟ هل ممكن ارجع من 2 لواحد؟ incoming traffic. إذا incoming traffic هل بقدر أرجع من 2 لواحد؟ مضبوط؟ إذا برجع من 2 لواحد معناها واحد طلع عندي بالطابق الثاني وبعدين بده ينزل على الطابق الأول، معناها هذا بطل incoming traffic مش هيك؟ إذا هاي راح تكون 0. وهذه في 2 0. طيب وإحنا في الثالث، هل في احتمال أروح؟ طبعا من 2 ممكن وين أروح كمان؟ أروح على 3، ممكن أروح على 4، ممكن أروح على 5 مش هيك؟ وهذه بتصير في 2 3، في 2 4، في 2 5. طيب من واحد صح مضبوط، من واحد ممكن اروح على 2 صحيح، من 1 ل 3، من 1 ل 4، من 1 ل 5، روح على 3، من 3 بقدر ارجع 2 1؟ لا، اذا هذا راح يكون 0 وهذا كمان راح يكون 0، لكن ممكن ارجع من 3 للجراوند، هي في 3 0،
وممكن اروح من 3 على 4 او اروح على 5 وهي في 3 4 في 3 5 شو ضل عندي الان 4 من 4 ما بقدر ارجع على 3 و2 ولا 1 ممكن ارجع بس على 0 اكون وصلت كل الناس لما وصلت على 4 وخلصت رجعت او بروح على 5 5 انا من 5 وين لازم هاي في 5 1 في 5 1 5 0 اذا ارجع من 5 ل 0 يساوي 1 هذه بحاله طبعا انكمينج ترافيك اذا مش انكمينج ترافيك هذا طبعا بستغل اذا لاحظوا هون صار عندي هذا كم ترانزيشن عندي هون انا عندي كم ستيت 1 2 3 4 5 6 6 ستيتس مش هيك ال 6 ستيتس هذول راح يتكون عندي 6 باي 6 ماتريكس بس فيها اشياء محدده 6 باي 6 ماتريكس كقاعده عامه بي اي جي بتساوي 0 اف اي بتساوي جي ملهاش معنى انه اضل بنفس الطابه لازم اكون انتقلت اذا الدايجونال اللي هون شو راح يكون؟ 0 0 1 هذه واضح ليش زيرو؟ لانه اذا اي بتساوي جي اذا بي اي جي بتساوي زيرو احتمال اني اروح من الطابق الثاني على الثاني زيرو يعني هذول كلهم طيب انا عندي قلت اذا كنت انا في الخامس من طابق ان هذا اخر طابق هون خمسه اذا وصلت انا خمسه وخلصت وين لازم اروح؟ اذا انا بخمسه اذا بخمسه لزيرو لازم اروح على طب والبقيه شو لازم يكون؟ هلا نطلع البقيه من هون احتمال اني اروح هذول كلهم هذا المثلث بيمثل اني ارجع من الثاني على زيرو من الثالث على زيرو او يعني هذا الرقم انا خلينا نطلع على هذا الرقم هذا شو بيمثل؟ هذا عباره عن زيرو هذا واحد هذا اثنين هذا ثلاثه وهذا اربعه هذا الاوريجن وهذا الديستنيشن اذا بي 1 1 ايش الرقم هذا هو مش هيك طب بي 1 0 شو معناها يعني اروح من 1 ل 0 مش هيك 0 لا في عندي هون احتمال ارجع من 1 ل 0 مش هيك عندي هلا اني اروح من 2 ل 1 بي 2 1 وين موجوده هي هاي هلا بي 2 1 هي 0 بي 3 2 في بي 3 1 يعني هي عندي هون 0 بي 1 هي 2 هي 3 ليش من الاول 0 0 ممكن من الاول 0 لا هي انا حطيتها احتمال يعني انه فيها شيء هلا هون احتمال يروح من 2 ل 1 0 احتمال يروح من 3 ل 1 0 احتمال يروح من 3 ل 2 0 اذا بتتبع نفس الهاي 3 لكن ممكن يرجع هو من اي واحد من الطوابع هذول على اذا خلص اذا كان خلص هذول في ارقام هون راح نعبيها ونعبيها بسهوله بتعرفوا كيف بنعبيها بسهوله؟ اذا عرفنا هذول مش اذا عرفت هذول ايش هاي راح يكون؟ هذول واحد ناقص هذا بهمكم في المشروع اذا هلا صار هلا هذا كله ممكن كل هذا ممكن يعني ممكن انا انتقل انا من 0 ل 1 من 0 ل 2 من 0 ل 3 من 0 ل 4 من 0 ل 5 وان كانت هاي صغيره طبعا فهذول فيهم ارقام هذا راح تكون في 0 1 في 0 2 في 0 3 في 0 4 في 0 5 عندي بعدين بقدر اروح من بي 1 2 من بي 1 3 من بي 1 4 بي 1 5 بعدين عندي بي 2 3 بي 2 4 بي 2 5 وضل عندي بي 3 4 بي 3 5 وبي 4 5 هذا التراينجل ممكن لانه عندي انكمينج ترافيك هذا كل التراينجل هون موجود الدايجونال هذا زيرو اخر خط لازم يكون واحد وزيروز لانه لازم اذا وصلت ان ما فيش محل ثاني اروح عليه لازم ارجع من ان لزيرو هذول هذا بيساوي واحد ناقص هذا زائد هذا زائد هذا زائد هذا بيساوي واحد ناقص هذول الثلاثه وهكذا اذا هي بدايه الماتريكس بدات تتبين عندنا الماتريكس وبدنا نشوف هاي البروبابيليتيز شو هي خلينا نفهم كل واحده من البروبابيليتيز هاي شو معناها شو الديفينيشن تبعها بي اي جي شو معناها؟ معناها احتمال اني انتقل من الطابق اي للطابق جي اذا ايش؟ اذا كنت على اي اذا كنت على اي اذا هي كونديشنال بروبرتي خلينا نكتبها بشكل كبير لانه هاي مهمه في الاشتقاق اذا
DIJ here. Probability. If you see في عندي J من I إلى J given هاي مهمة جدا الديفينيشن هذا مهم في عندي جزئين فيه عم نقول انه احتمال اني اروح من الجيرني عمل جيرني من اي الى جي جيفن انه هلا على اي هاي مهمة وهذه كل تعريف الماركوف تشين الماركوف تشين بقول احتمال اني اروح من واحد لاثنين اني انا هلا على واحد فلازم اكون انا متاكد اني انا على واحد دكتور شو لها معنى اذا هلا انا مش على اي كيف بدي اروح ممكن اكون انت على الطابق الارضي يعني وصلوا خمس سؤالك ممتاز سؤال ممتاز في شيء ثاني معنا probability انه يصير في عندي اي جي وانا مش على واحد افرض انت واقف على الطابق الارضي وبتراقب وصل ست باسنجرز اجيت سالتك سؤال قلت لك يا سعد شو رايك شو احتمال بناء على الست باسنجرز هذول اللي موجودين وايكوال probability ايكوال populations شو احتمال انه يصير في عندي جيرني من واحد لثلاثه مش هاي بتختلف عن شو احتمال يصير في عندي جيرني من واحد لثلاثه جيفن انه انا اوريدي وقفت على واحد انت هل كنت عارف متاكد راح يوقف على واحد لما سالتك هم في الطابق الارضي يعني في الطابق الارضي وصلوا ست باسنجرز ووقفوا لسه ما اختاروا وين بدهم يروحوا انت مش عارف ايش راح يختاروا الست هذول بس نفترض انه عندي ايكوال فلور بوبيليشنز واحد لخمسه متساويين بوبيليشنز تبعي اذا احتمال اي واحد من السته هذول يختار الاول او الثاني او الثالث او الرابع او الخامس متساويين هلا انت مش متاكد راح يوقف على واحد ولا لا جيت سالتك قلت لك شو احتمال هلا بدك تقول لي هلا شو الاحتمال مش تستنى تشوف ايش بصير هلا شو احتمال هلا قول لي انه يروح من واحد الى ثلاثه قبل ما هم يختاروا هلا ممكن حكي يطلع غلط وما يوقفش اصلا على واحد مش هيك؟ بس انا جيت سالتك بعدين سؤال ثاني قلت لك هلا هيهم في واحد من مختار واحد راحوا عليه راح وقف على واحد هلا هو واقف على واحد شو احتمال هلا يروح على ثلاثه مش بتكون الرقم هذا اكبر؟ طب كيف بتفسر انه الرقم اكبر من هون؟ مش بدي اقسم انا على شيء؟ بدي اقسم على بروبيتي لما انا بقسم على بروبيتي شو بصير بالرقم؟ بالظبط لانه البروبيتي دائما اصغر من واحد إذا بقسم على رقم أصغر من واحد شو بصير بالرقم؟ بيكبر، لما يكبر معناها احتمال يروح من واحد لثلاثة أكبر إذا أنت شفته راح على واحد. وهي طبعاً هي بنسميها conditional probability. وهلا رح نشرح كيف بدي أحسبها conditional probability. إذا في عندي شرطين المهم إني أفهم هذا شو معناه. probability اللي بدي أحطها في الماركوف تشين. probability هاي اللي بدي أحطها في الماركوف تشين. هي probability إنه يصير في عندي جيرني من I لجين given إنه أنا صرت على I. إنه أنا وقفت على I، صارت I، يعني أنا هلا في I. يعني افترض انت مثلا هون صرت انت في اربعه شو احتمالك تروح من اربعه لخمسه جيفن انت هلا صرت في اربعه او بسالك السؤال على الطابق الارضي هم لسه على الطابق الارضي شو احتمال اروح من اربعه لخمسه ما بتعرف كم اروحش على اربعه في هدول البروبابيلتيز رح يكون في بينهم اختلاف هلا رح نشوف انت هون فرضت انه هن تساوي خمسه بس يعني انا فرضت انه تساوي خمسه اخذت هون مثال بس عشان نقدر نكتب ارقام حقيقيه واقعيه عندي خمس طوابق هن خمسه فوق الارض عندي طابق ارضي وخمس طوابق عندي ست ركاب وبعدين بديت اسال السؤال هلا هاي هي البروبابيلتي اللي بدي احسبها هاي على فكره مكونه من قسمين رح تكون شو احتمال يصير في عندي جيرني من اي لجي مقسوم على احتمال اني اوقف على جي على اي ليش عندي كونديشنال بروبابيلتي خلينا نشوف ليش بقول انا كونديشنال بروبابيلتي خلينا نفهم فكرة الـ conditional probability. خلينا ناخذ مثال خلينا نفترض عندي صف في 50 طالب هاي بس تفهم الـ conditional probability ليش نقسم؟ ليش نقسم على الرقم؟ كيف بدي اطلعها؟ وعندي هذا الصف الـ 50 student مثلا اللي بيلبسوا نظارات عشرة اذا لو اجي انا سالت هلا السؤال ايش احتمال لو انا طلبت اي طالب راندوم ايش احتمال يكون بيلبس نظارات؟ واحد على خمسه مش هيك؟ احتمال ما بيلبس نظارات؟ اربعة خمسة 80% اذا في احتمال عندي 20% انه اي طالب بسحبه من هذا الصف يكون بيلبس نظارات وفي 80% احتمال ما بيلبسش نظارات هلا جينا اعطينا معلومات اضافيه، قلنا هذا الصف مكون من 30 طالب و20 طالب. إذا عندي هون نسبة الطلاب للطالبات مش متساوية.
وجدت كمان انه من ال 20 طالبه عندي 10 هون من ال 20 طالبة 8 منهم بيلبسوا نظارات مثلا، انا عارف انه هذا مش منطق بس انا بغير الارقام بس حتى نفهم الفكره. اذا نسبة الطالبات اللي بيلبسوا نظارات من نسبة كل الطالبات قد ايش؟ 8 على 20 مضبوط، اللي هي تقريبا قد ايش الطلبة؟ 40% مش هيك؟ 40% من الطالبات. وايش ضل طبعا هلا اذا عندي 10 طلاب بيلبسوا نظارات 8 هون قد ايش؟ هون هلا لو جيت سالتك السؤال قلت لك لو انا سحبت طالب وطلعت انه بيلبس نظارات ولا ما بيلبس نظارات قديش احتمال يكون يلبس نظارات؟ 20% مش هيك؟ ما بعرفش انا، لا قلت لك انه ولد او بنت. هلا جيت قلت لك اذا انا سحبت طالب وهذا الطالب ايش احتمال انه هذا الطالب يلبس نظارات جيفن انه هو كان طالبه؟ ارتفعت النسبه لقديش؟ ل 80%. فجيفن انه كان طالب إذا في عندي conditional probability، كيف شو اللي عملته أنا من هون؟ طلعت قلت probability probability إنه يلبس glasses مش هيك؟ هاي اللي أنا بديت منها من هون، لكن عدلتها قسمتها صار عندي هون 8 على 40 8 على 20 أعطتني probability إنه يكون بالحالة هاي، و2 على 30 احتمال بالحالة هاي، إذا اتعدلت probability. إذا أنا لازم أقسم، يعني لازم أقسم على شيء بحيث إني أحول البروبابيلتي الأصلية، هي البروبابيلتي الأصلية اللي كانت هون، بقسمها على شيء بحيث إنها تحول للبروبابيلتي الجديدة، غيرت البروبابيلتي. نفس الشيء كان عندي هون وأنا بدي أرسم الفيل دايجرام تبع ال هي مثلا احتمال إنه هو يوقف على الطابق الأول، أي بتساوي واحد. هي احتمال إنه هو يروح على واحد. هون احتمال انه يروح من واحد لثلاثة. هلا لو اخذت اول شيء هاي، هاي احتمال انه ايش؟ اي واحد لثلاثة، احتمال انه يعمل جيرني يروح من واحد لثلاثة، مش هيك؟ مالهاش علاقة بهذا. لكن لو جيت قلت لك ايش احتمال انه هو يروح من واحد لثلاثة؟ جيفن انه انا عارف انه هو وقف على واحد، ايش رح تصير البروبرتي بالاريز اللي هون؟ رح تصير القطعة الصغيرة هاي اللي موجودة هون مقسومة على ايش؟ على هاي الاريه. فبدي اقسم على هاي، يعني هلا اللي بدي احسبه probability of i ل j given انه stop at i بتساوي probability i ل j على يعني رح اقسم هلا لما بقسم على رقم اصغر من واحد رح يكبر هذا الرقم، فاحتمال يروح من i ل j، اذا هو اوريدي على j تحسنت الاوضاع مش هيك؟ تحسنت الاحتمالات. قلت لك انه هو اوريدي وقف على واحد، اذا احتمال انه يروح من اي لجي قبل انه هو اوريدي على واحد، باخذ احتمال اي جي هاي وين بحسبها؟ لما وين كنت؟ على الطابق الارضي لسه، ما بعرف ايش راح يصير. وانا على الطابق الارضي بقول ايش احتمال انه يعمل جيرني من اي لجي؟ بعدين بقسمها احتمال يصير في عندي ستوب على جي. بدي اطلع هلا تو فورمولاز. الفورمولا الاولى اللي هي احتمال انه يروح من اي لجي وانا لسه بطلع من الطابق الارضي، هاي بدي اعملها بالاحتمالات حسب ال 6 باسنجرز هذول وين رايحين، احتمال انه بصير في عندي جيرني من اي لجي، طبعا اي لجي مفهوم انه اي لجي بدون ما اوقف على الطوابق اللي بينهم. يعني انا اذا بدي اروح من 3 ل 5 لازم اروح من 3 ل 5 بدون ما اوقف على 4. اذا بدي اروح من 1 ل 5 معناها بدي اروح من 1 ل 5 ما اوقف على 2 ولا اوقف على 3 ولا اوقف على 4. إذا هاي لها معادلة وهاي لها معادلة، حتطلع المعادلتين هذول المرة الجاية. في أسئلة على هاي؟